هل يوجد آلة زمن حقيقية؟ نعم، بالفعل ليس بعنوان مضل، فقد أصبحت آلة الزمن أمراً ممكناً رياضياً، حيث خرج فيزيائيون بنموذج رياضي لما يعرف بآلة الزمن، أداة خيالية أو افتراضية تسمح بالتنقل عبر الماضي والمستقبل. ولكي يحصل سفر عبر الزمن يجب أن يتحرك الجسم المسافر بسرعة الضوء. وسأقول لكم أصدقائي ماذا لو امتلكت أنا آلة الزمن. بصراحة لا تهمني العودة إلى أي واحدة من الأزمان السابقة أو اللاحقة، سأقرر الذهاب إلى مرحلة محددة من حياتي لأصلح أخطائي وأفعل المزيد من الخير. أما أنتم ماذا ستفعل؟ ويا أصدقائي، لو قدمنا لكم آلة للسفر عبر الزمن أخبروني.